مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من صحافة الغد نتناول فيها بالرأي والتحليل أبرز المستجدات الصادرة في صباح الغد بإذن الله، ونشوف نقرأ من حضراتكم عناوين الأخبار ونبدأ من جريدة اليوم السابع مباشرة. الرئيس السيسي بيفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي ويؤكد الأسد محدش يقدر ياكل أكله ومحدش يقدر يجور علينا. من جريدة اليوم، من جريدة الشروق، الصحة بترفع درجة الاستعدادات بمستشفيات الجمهورية وتمنع الإجازات قبل عيد الأضحى المبارك. أما الوفد فقالت حماية المستهلك يحيل 6 صفحات لبيع منتجات الفيسبوك للنيابة العامة. النهارده كمان كان في خبر محزن لكل المصريين قالته جريدة اليوم السابع، مظاهرة حب في وداع طبيب الغلابة دكتور مشالي. برحب بحضراتكم جديد، وبنروح مباشرة لأولى أخبارنا من صحيفة اليوم السابع. الرئيس السيسي بيفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي ويؤكد الأسد محدش يقدر ياكل أكله ومحدش يقدر يجور علينا. الحقيقة كانت في تصريحات مهمة جدا ورسائل هامة جدا للرئيس السيسي صباح اليوم بافتتاح مدينة الروبيكي، منها طبعا التصريحات الخاصة بصد النهضة الإثيوبي وغيرها من التصريحات الخاصة سواء بالعمارة أو ميل العمارة في الزمالك وكيفية تعويض المضارين منها وتعويض المستحقين بشكل أو بآخر. الحقيقة الرئيس النهاردة كان قال مجموعة من الرسائل المهمة، منها افتتاح 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بمدينة الروبيكي، مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل وآخر للصباغة والطباعة. تم تجهيز المصانع بأحدث الماكينات اللي تم استيرادها من الخارج من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتعمل وفق أنظمة وبرامج تكنولوجية. الحقيقة كمان الرئيس قال رسالة للعمالة المصرية مؤكد على دور العمالة في تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة داخل الدولة المصرية من خلال حرصهم على الالتزام والانضباط والكفاءة من أجل تحقيق المنشود بملف الصناعة. أضاف الرئيس السيسي خلال كلمة في افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، قد حققنا حلمنا ونحلم أن نصدر حوالي 100 مليار دولار خلال 2 لـ3 سنوات، ونقدر مع بعض نحقق الحلم ده، ولازم نتعب شوية ما ننامش إطلاقا، وما تحقق خلال الفترة الماضية خطوة على الطريق وأمامنا الكثير إن شاء الله نقدر نحققه. نتناول بعض الأخبار الاقتصادية في هذا الخبر مع دكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف. برحب بك دكتور علي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة دكتور علي، النهاردة كان في رسائل عديدة جدا الرئيس وجهها، خلينا نتناول الجانب الاقتصادي منها، إن احنا بنسعى جاهدين إن احنا يعني بنحلم نصدر بحوالي 100 مليار في خلال 3 سنوات، هل نحن نستطيع تحقيق ذلك الحلم اللي بيحلم بيه كمان الرئيس وبنحلم بيه كل كمصريين جميعا يا دكتور علي؟ طيب، حقيقي في نقطة مهمة جدا في خطاب الرئيس النهاردة وطبيعة المشروعات اللي تم افتتاحها. أولا بيبين قد إيه الدولة خدت خطوات تنفيذية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الخاصة بتعظيم المنفعة أو القيمة المضافة من الموارد المتاحة لدينا. وبالتالي لما جه مصنع زي مصنع او مدينه صناعيه زي روبيكي، مدينه صناعيه روبيكي بتقوم على صناعه الجلود، وبالتالي تعظيم ازاي ان احنا نقدر نعظم قيمه خام زي الجلود بدل تصديره خام. طيب عشان نصدر محتاج عدد من الحاجات. حقيقي اول حاجه محتاج ان انا بنتج منتج ذو جوده مرتفعه يقدر ينافس بره بسعر معقول مقارنة بأسعار المنتجات الدول الأخرى. طيب ده عشان نحققه محتاج إيه؟ محتاج أول حاجة، ودي كانت بيواجهها العامل المصري كتير أو المصانع كتير، الأيدي العاملة. الأيدي العاملة تبقى أيدي عاملة ماهرة، وده يمكن احنا شايفينه خلال الفترة اللي فاتت تم في مجهود كبير جدا بيتعمل لصالح العمالة الفن، لصالح التعليم الفني او تطوير التعليم الفني والجامعات التكنولوجية. ده كله بيدينا امل كبير جدا انه الكلام اللي قاله السيد الرئيس النهاردة والمستهدفات تتحقق.
الحاجة الثانية نقل التكنولوجيا، أو إن إحنا يبقى فيه تكنولوجيا متقدمة. وشفنا قد إيه إحنا خلال الفترة اللي فاتت بتعمل الدولة على توطين الصناعات ونقل النوهاو والتشجيع الأنشطة البحثية المتعلقة بتطوير التكنولوجيا. برضو ده محتاج تحسين مناخ الأعمال وتحسين بيئة الأعمال، بحيث المصانع أو رجال الأعمال يقدروا يفتحوا المصانع بتاعتهم، يقدروا يشتغلوا في بيئة أكثر دعما ليهم، وبالتالي يقدروا ينتجوا منتج كويس بسعر. اللي أنا شايفه إن الدولة خلال الفترة اللي فاتت خدت مجموعة من الإجراءات بتدعم حقيقي أسس إن إحنا يبقى عندنا صناعات، وصناعات قادرة على التنافس في السوق الخارجية، وبالتالي زيادة في التصدير. نعم. طيب دكتور علي، يمكن مع استيراد الأجهزة الجديدة وال يعني الأدوات الجديدة الخاصة بصناعة الغزل والنسيج نستطيع أن نواكب العالم. يمكن مصر كانت محتلة المرتبة الأولى عالميا في صناعة القطن طويل التيلة، وكنا بنصدر بمستويات قياسية جدا، وكان القطن المصري ليه ثمن كتير جدا بره. يعني كانت تعجبنا قطعة من القطع نلاقي مكتوب عليها ميد إن إيجيبت وأنت بتشتريها من بره مصر، وده قيمة كبيرة جدا، وكان بيسموا الذهب الأبيض عندنا. هل نستطيع أن احنا نعود من جديد لسابق العهد وأن احنا نتميز في صناعة الغزل والنسيج والأقطان بالذات؟ بكل تأكيد في خطة لدى الدولة حاليا بتقوم على تطوير مصانع الغزل على مستوى الجمهورية، خصوصا احنا شفنا المحلة بالتحديد في تركيز جدا هناك عليها. في نفس الوقت متزامن مع البدء في زراعة أنواع من القطن، وفي مزارع حاليا نقدر نقول استرشادية في مناطق الاستصلاح الجديدة لزراعة القطن ذو انتاجية المرتفعة. ده كله بيترتب عليه انه بنقدر نستغل الاسم مصر، اسم القطن المصري نقدر نستغله بصورة كبيرة جدا. احنا خلال الفترة اللي فاتت احنا كنا بنستورد خيوط الغزل من بره حقيقي بكميات كثيره، وحتى الاقطان نفسها كان في استيراد منها. خلال الفتره اللي جايه احنا بنبني على اسد او اصل كبير جدا عندنا، الا وهو سمعه القطن المصري وسمعه مصر في مجال الغزل والنسيج، وبالتالي هنبدا نتحرك، او فعلا احنا تحركنا فيها على بالتزامن بزراعه قطن، ادخال قطن جديد مرتفع الإنتاجية زائد تطوير مصانع الغزل في المحلة. ده منظومة متكاملة، يعني احنا دلوقتي بنتحرك زي ما بنقول في إطار منظومة متكاملة لتحقيق الهدف اللي حضرتك اتكلمت عنه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة دكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، بشكر حضرتك جدا. هنروح للأهرام. الرئيس السيسي بيكلف وزير النقل كامل الوزير بتشغيل القطارات الجديدة في عيد الأضحى المبارك، وكذلك تعويض المضارين من عمارة الزمالك النتيجة طبعا لتضررهم من حفر مترو الأنفاق، محطة مترو الزمالك ومحطة صفاء حجازي اللي أطلق عليها لاحقا هذا الاسم. الحقيقة كان في توجيه صريح من الرئيس اليوم بمراعاة كافة المواطنين اللي تضرروا من تشغيل أو محاولة حفر متر الأنفاق في منطقة الزمالك، وعلى أن يقوم وزير النقل بسرعة الانتهاء من التقرير اللي تم الانتهاء منه فعليا، وسرعة معالجة الضرر اللي وقع في العمارة التاريخية عمارة الشربتلي الموجودة في منطقة الزمالك، وكمان سفارة البحرين الملاصقة ليها، وإيجاد حلول للتربة سريعا، ومعالجة الأمر على أسرع ما يمكن، وتعويض الفترة اللي هي يمكثها سكان العمارة 86 في الخارج، أي يأجر لهم مسكن أو يأجروا أي شيء، بتعويض مؤقت لحين الرجوع للعمارة وتعود أفضل مما كانت عليه، وكذلك العودة من جديد للسفارة البحرينية تعود بأفضل مما يمكن. وكذلك كان في رسالة فرحة من الرئيس اليوم بتشغيل القطارات الجديدة والعربات الجديدة اللي تم استيرادها من الخارج قبل العيد، عشان الناس تعيد زي ما قال الرئيس، الناس لازم تعيد وتوصل بيتها أو توصل لأهلها في الصعيد أو في الدلتا أو في اسكندرية بالقطارات الجديدة، وده هيكون خبر مفرح جدا لكل المصريين. ده اللي أكد عليه النهاردة الرئيس من خلال وجوده في منطقة الروبيكي، الرسائل اللي وجهها الرئيس من منطقة الروبيكي.
هروح لجريدة الشروق وبتقول الصحة بترفع درجات الاستعدادات بمستشفيات الجمهورية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وبتمنع الإجازات بالنسبة للأطباء. ده طبعا خبر معتاد عليه كل سنة إن احنا بيتم منع الإجازات قبل عيد الأضحى المبارك. الحقيقة كان في إعلان من دكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن في خطة شاملة في إطار احتفالات عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية في إطار حرص الوزارة على توفير الصحة والسلامة للمواطنين، وإشارة إن الخطة بتشمل الدفع ب 2858 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق والطرق السريعة، إضافة ل 11 لانش إسعاف نهري. وأيضا أوضحت الوزيرة أن الخطة بتشمل رفع الاستعدادات القصوى لجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتواجد فرق طبية من الأطباء والفنيين والتمريض بأقسام الطوارئ. وأكد أن هناك تنسيق ما بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال اتصال على خدمة الطارئة رقم 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، لافتا إلى إلغاء الإجازات بالنسبة لجميع العاملين في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، الحروق، السموم وغيرها من الأماكن الحيوية والمهمة. في خبر كمان من جريدة الوفد، حماية المستهلك يحيل 6 صفحات لبيع المنتجات على الفيسبوك للنيابة العامة. صرح دكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي على القيام بإحالة 6 صفحات من اللي بتروج وتبيع منتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للنيابة العامة بسبب تعمد مدير تلك الصفحات عدم الإعلان على الأسعار والاكتفاء بإرسال السعر على الخاص أو استخدام عبارة إنبوكس، وذلك بالمخالفة لنصوص قانون حماية المستهلك. يأتي في ضوء الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون حماية المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ معايير السلامة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق. طبعا مصر الحمد لله الايام دي بتشهد انخفاض كبير جدا جدا في ارقام الاصابه برقم كورونا، وكلنا ملاحظين في الحقيقه ده، فده كان دافع جدا لبعض الدول الاجنبيه ان هم يقرروا ان يقضوا اجازاتهم في مصر خلال فتره. والحمد لله مع اعلان كمان 0 حالات في جنوب سيناء وفي كمان منطقه الغردقه ومنطقه البحر الاحمر، فده كان دافع قوي جدا جدا للسياحه انها تعود وبقوه لشواطئ البحر الاحمر. السفير الالماني في مصر بيأكد ان مصر وجهه مميزه جدا وفريدة والسياح الألمان حريصون على الزيارة في هذه الفترة. أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة دكتور ستيرل نون أن السياح الألمان حريصون على زيارة مصر في هذه الفترة، بتمثل مصر واحدة من الوجهات المميزة للسفر للسياح الألمان وبيظل العديد منهم مخلصين لمصر بعد زيارتهم الأولى لها. وأكد سيريل خلال مقاله النشر على صفحة الرسمية للسفارة الألمانية أن مصر دولة متنوعة وبتشهد طرازات فريدة لكافة أنواع السياحة، ولا ننسى بالطبع الود وكرم الضيافة لشعبها المضياف، ونظر لأننا أمضيت سنوات من العمل في أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم أستطيع القول أنني بالكاد رأيت بلدا يلتقي فيه التاريخ والثقافة والطبيعة بالطريقة التي نجدها في مصر، لذلك فليس من المستغرب أن تصنف مصر بين الوجهات التي يحلم بها أو بزيارتها العديد من الألمان. واختتم السفير الألماني مقاله في مصر بتجمع بين التاريخ والحضارة والمستقبل ويحظى تنوعها وثروتها الثقافية بتقدير كبير جدا من السياح الألمان. كل الشكر وكل التقدير للسفير الألماني على كلامه الطيب اللي قاله في تدوينة خاصة به. الخبر المحزن اللي كلنا طلعناه النهاردة وتابعناه بشغف كبير، ويعني كان حتى الصور اللي مثلت فيها الراحل الطبيب مشالي اللي يسموه أو الكل أطلق عليه طبيب الفقراء، الصور هذا بتجسد قد ايه الراجل ده فعلا لا حظي بالتكريم اللي بيليق به في حياته، لكن حظي بالتكريم الاكبر بعد مماته باحتفاء المصريين بسيرته العطره على مدار 45 سنه عمل متواصل منذ تخرجه من كليه الطب بالقصر العيني، وهو بيشغل عيادته بدون ولا يوم اجازه حتى الجمعه والاجازات الرسميه بيشتغلها في مقابل مبلغ زهيد جدا من المال، وعمره ما تقاضى جنيه واحد من مواطن فقير، بالعكس كان بيجيب له الدواء كمان على حسابه، وكانت الكشف او اللي بياخده من اي شخص حتى لو مقتدر هو 10 جنيه فقط، لكن عمره ما ياخد اي فلوس من حد فقير، بل كان بيكرمه ويجيب له العلاج، وكان حريص حتى ان يعمل التحاليل ليه في العياده بتاعته، ما يكلفوش انه يدفع اي حاجه في اي معمل من المعامل. ففي الحقيقه طبعا
يعني كان النهارده تشييع جنازته شهد عدد كبير جدا من المواطنين في هو عايش في طنطا في الغربيه، لكن هو وفاته او دفن في البحيره، مواطنين كثر جدا شهدوا الجنازه وكانوا حريصين يروحوا الجنازه الخاصه به عشان يعني قد ايه هذا الرجل وهذا الشخص اللي خدم الفقراء طيله حياته الجميع يعني يكون متواجد في مماته. خالص العزاء للشعب المصري في طبيب الغلابه دكتور محمد مشاري. ده كان نهاية الخبر الخاص بينا اللي كان من جريدة اليوم السابع، العزاء لي لأسرته ولكل المصريين، الحقيقة مثال محترم جدا يحتفى به في كل المناسبات. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وده كانت يمكن باقة مختارة من الأخبار، أكيد في تفاصيل جدا هنلاقيها في صحافة الغد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.